وانا عندي 11 سنه ابتديت امشي مع بنات، ابتديت ابقى عندي girlfriends كتيره، ابتديت اتفرج على افلام جنس، بس انا كنت عارف على جنس قبل ما اتفرج على افلام. في المدرسه ابتديت اسقط في المدرسه كتير. قبل ما ادخل هاي سكول كنت بشرب سجاير، وما دخلت الهاي سكول اتعلمت على الحشيش وابتديت اشربه في البيت في المدرسه في كل حته، ابتديت ابيعه كمان. أسهل حاجة كانت على مارك في حياته هي الكذب. الكذب كان جاهز جدا، إبليس كان دايما مديله أفكار مقنعة جدا للي قدامه أنه هو بيكذب عليه، أي إنسان يصدقه وأي إنسان يحس أن ده بيقول حقائق وكلام مظبوط 100%. كل سنة كنت بغير مدرسة وابتديت أشرب حشيش أكتر وأكتر، ابتديت أسكر أكتر وأكتر، وابتديت ألعب قمار، ابتديت أسرق من الناس وأسرق من محلات. كانش في جوه سلام، كان في انزعاج، دايما منزعج، دايما قلقان، دايما خايف، دايما وري كده، في قلق، في قلق جواه غير عادي. حتى هو وقاعد يبقى يقوم ويروح ويجي، مفيش سلام جوه، مفيش طمأنينة جوه في قلبه. كان بيشتم، كان على طول غضبان بسبب أو بدون سبب، كان على طول بيتخانق مع ماما وبابا عشان عاوز ياخد العربية ويخرج، كان أبدا ما عاوز يقعد معانا في البيت. I did my first robbery when I was in grade 12. I walked into the train, the staff members there. I took them to the back room and I stole all the money that they had in there. I took off with my car and I got to a stop sign which was right there, and there was a cop right next to me, and it was just a rush thinking that the cop was right beside me, and I just pulled this robbery just 30 seconds ago and he didn't know nothing about it. I took off and I went back to work. كان مارك بالليل واحنا نايمين كان بينط من الشباك ياخد العربية بتاعته، وكان بيجيلنا الفجر قبل ما اي حد يصحى ويعرف اللي هو كان برا. كمان على طول كان بيعمل مشاكل في المدرسة لدرجة اللي هم طردوه من المدرسة، وكل سنة كان بيغيط من المدرسة. I went out one night and I was high and drunk and two cars pulled up to me, a gang, and they had all different kind of weapons, bats, golf clubs, guns, knives, machetes. They have so many weapons that I took off, and I remember the limit was 60 on the road, but I was doing at least 150 to get away from them. They chased me for a good 10 minutes, but I finally lost them. This is the one day that I won't forget in my life, which was May 6, 2003. I was at home and my father gave me a call and told me that he's gonna come pick me up because I had a suspended license earlier for a drinking and driving ticket. And he told me he's gonna pick me up around 6. So it was around noontime, so I decided that I would smoke the last bit of the weed that I had left. So I smoked and I got high. اليوم ده حسيت ان انا مرهق جدا، وقررت ان انا اروح البيت على حدود الساعة 12 واحدة. سبت ميرفت في الشغل وروحت، بفتح الباب لقيت الباب اتقفل من جوه تاني، بفتحه مرة تانية لقيته اتقفل مرة، وبعدين في حد بيجري على السلم، ففتحت الباب لقيت مارك طالع فوق، فقلت له في ايه، بتقفل الباب ليه؟ قال بيحاول يبعد بعيد عني. فقربت منه قلت له خد تعالى هنا، انا تعالى في ايه؟ شميت ريحه سجاير بمخدرات. قلت له انت بتشرب مخدرات؟ قال لي لا. قلت له لا انت بتشرب. انهار جدا وبدا يعيط. قال لي تعالي شوفي ابنك ده بيشرب مخدرات. هو قال لي بيشرب مخدرات؟ كل الشوبينج اللي في ايديا وقع. قلبي ده كان بيدق بطريقه مش معقوله، حسيت ساعتها ان انا خلاص هيغمى عليا.
ساعتها ان انا هيغمى عليا من الكلمه دي. مخدرات؟ يعني ايه مخدرات دي؟ ورحت بصلي للرب، كنت بقى بعتاب اقول له انت وعدتني ان مارك هيكون ابنك، انت قلت لي ان هو هيكون ابنك، كل يوم من اسوأ لاسوأ، من اسوأ لاسوأ، ازاي اخرتها بقى دلوقتي هو بيشرب ويد. وكنت بصلي للرب من الشباك فاكره قوي، وانا عماله اعيط بالدموع قدام الرب، انت لازم تتدخل لازم تتدخل. بس كنت متاكده جوايا قوي 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 صوت بيقول لي اخر حاجه عند ابليس. قالت لي شوف ايه اللي عنده في الاوضه، بدات افتح الادراج ودواليبه وحاجته، كم هائل من الأزاز الفاضية والمليانة بمختلف الأنواع، يمكن أنواع أنا ما سمعتش عنها. اللي كنت فاكر زمان إن أنا عملت حاجات كتير، مارك كان فاق الوصف في الوقت دوان. طلع من الحمام قال لي أنا أنت بتطلع الحاجات، أنا هساعدك أطلع لك الباقي. فبدأ يطلع الحاجات، الميزان ده بتعمل بيه؟ قال لي ده بوزن بيه مخدرات. مخدرات إيه اللي بتوزنها؟ قال لي ما أنا مش بشربها بس أنا كمان ببيعها. My father came in and he asked me to pray with him. I said, sure. He was shocked because I had never prayed before with him and I never wanted to pray. قلت له يا رب أنا مش عارف أقول لك إيه. مارك قدامك وأنا ما أعرفش أعمل له حاجة. ما فيش حد فينا يقدر يعمل له حاجة. لكن أنت تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. أمين. تحب تصلي يا مارك؟ قال لي صلي. وبدأ يصلي. ومش مصدق نفسي لغايه دلوقتي على الكلام اللي مارك طلعه وهو بيصلي، وبصيت لقيته نزل وركع في الارض وبعدين حط وشه في الارض وبدا سكيب من الروح القدس بكلمات وبدا يعترف. And I broke down and I asked the Lord to enter into my heart and I asked him to forgive me for everything I've done. And the Lord showed me a vision of a blank piece of paper with my name on top of it, as if my sins have been forgiven. And it was so amazing how the Lord was showing me things that I've never expected the Lord would do for me. And He came into my heart and I asked Him for the Holy Spirit to come in me and for the fire to burn in me so I could be hungry for Him. المهم صوته عالي جدا، أمه صحيت، جت قعدت جنبه في الأرض، قعدت تصلي. بعديها هي خلصت صلاة، هو بدأ يصلي تاني. لحظة واحدة لما هو سلم حياته للرب يسوع، مرة واحدة وهو قال له سامحني أنا كنت بشرب أنا كنت بعمل، حسيت فعلا أن الرب ساعتها دي أنا كنت قاعدة بصلي معاه في الأرض وقاعدة راكعة في الأرض وعمالة أصلي بالدموع للرب أقول له أنا واثقة أن أنت هتقدر تعمل حاجة دلوقتي. ولما مارك سلم حياته في لحظة في طرفة عين بعد ما خلص الصلاة اللي هو صلاها دي، وشه اتغير خالص، وش مارك ده حسيته بيلمع، حسيت فيه حاجة كده متغيرة. Ever since I accepted the Lord in my heart, I feel peace. I know that the Lord has forgiven me for all my sins, no matter what I did in the past. And I know the Lord has started fresh with me and looks at me like His little son. مارك الجديد بيختلف اختلاف كل عن مارك القديم. مارك زمان ما كانش يحب يقعد جنب مني. اكتر حاجة دلوقتي بشوفها في مارك انه دايما مبتسم، دايما مهرج معايا، دايما ملتصق بيا، قاعد بيحكي معايا. ما فيش عصبية، ما فيش زرجنة، ما فيش مضايقة، في رضا، في سلام، في بيخدم بقلبه، عايز يعمل أي حاجة، أي حد عايز مشوار يروحه يبقى عايز مارك هو اللي يودي، مهما كان تعبان مارك، ما يقولش لأ، أنا بقول له على حاجة يا مارك أعملها، حاضر يا قوم عاملها. يعني في تغيير كبير بين مارك الأولاني ومارك التاني، تغيير كبير، في قلب كبير، في محبة، في دايما يقول إن ربنا معايا، هو بيحبني. بعد ما مارك عرف الرب حياته كلها اتغيرت، أنا ما كنتش مصدقة إن ده فعلا مارك. حتى علاقته مع ماما وبابا اتغيرت خالص وبقي فيها سلام. مارك اللي كان ضايع بقي انسان جديد. I don't enjoy sin as before. I don't enjoy the looks of it. I don't want to even see it. If the Lord could change me, He could change you. And the Lord loves you. أنا هاي بنيشو من العراق وراح نفرح هوايا نشوفكم في اجتماع نهار الحياة.
مرحبا، اسمي أمال من لبنان، منحب نشوفكم بكنيسة أنهار الحياة، تعالوا زورونا ونحن كثير منحبكم. أنا اسمي رام من تونس، مرحبا بكم في كنيسة أنهار الحياة. أنا اسمي ماهر موسى من مدينة الناصرة الجليل، يا ميت أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في كنيسة أنهار الحياة. مرحبا، اسمي نادر من الأردن، بنرحب فيكم من كنيسة أنهار الحياة وبنحب نشوفكم معنا. مرحبا، أنا اسمي أرشو من سوريا، بنرحب فيكم في كنيسة أنهار الحياة. أنا اسمي رأفت جرجس من مصر، أهلا بيكم في كنيستكم أنهار الحياة، نفرح جدا بوجودكم معنا في عبادة حياة مجد الرب يسوع. لو حدا عنده اي سؤال يعني ما تستحوا. ماشي يا فايزة؟ ماشي يا وحيد؟ انا عارفك انت وحيد. ها متشكر. صدقني انا مش عارفة كنا نعمل ايه من غيرك، ده انت عبقري، القسم ده كله ما يشتغلش من غيرك، دايما بتسهل لنا الامور وتحل لنا المشاكل، والحق يتقال محدش فينا بيطلب مساعدة وانت بتتأخر، كلك ذوق. بقول لكم ايه يا جماعة؟ انتوا عارفين ان النهاردة اخر يوم في الشغل للأستاذ سالم المدير؟ صحيح. وصل سن التقاعد، انا شخصيا هفتقده، كان راجل امير وسهل التعامل معاه، يا ترى مين هيجي بعده؟ ربنا يستر. لا يا وحيد مش مشكلة، هي صح، والأستاذ سالم كان شخص كويس، بس اكيد الشركة فيها ناس طيبين وبيفهموا على قد المنصب. يعني أنا متأكدة هيجيبوا شخص ممتاز وكفاءته عالية، عنده ماجستير ولا دكتوراه زي كده يا جوزيف. بس أنا ما عنديش أقدمية، هاي المشكلة. من جهة الأقدمية وحيد أقدم واحد في الشركة. أنا بقى مدير أنا؟ لا ما ينفعش، أنا ماليش في الوظائف القيادية دي. هو أنا عارف أقول لنفسي تعمل إيه لما عايزين أقول للناس تعمل إيه؟ لا أنا غلبان وعلى قد حالي. قد حالك إيه؟ ده انت خريج تجارة وعندك خبرة طويلة، انا مش عارفة انت ليه دايما بتصغر في نفسك. يا جماعة بقى كفاية، مجلس الادارة النهاردة هيجتمع وهو اللي هيقرر مين المدير مش انتو. صح. صباح الفل، الشاي والقهوة مضبوطة حضرات الافاضل. اهلا ست اميرة. ست فايزة. شكرا. قهوتك يا استاذ جوزيف. شكرا حبيبي. شكرا يعطيك العافيه. اعمل معروف يا ابني، اديني كوبايه القهوه، اديني كوبايه القهوه يا ابني. متخافش هديهالك، متخافش. كتر الف خيرك يا ابني، متشكر قوي انك انت افتكرتني وعملت لي كوبايه قهوه زيهم. متشكر يا ابني ان انت افتكرتني وعملت لي قهوه زيهم. بس افتكرني، حاول تفتكرني. انساك ازاي اهواك واتمنى لو انساك، وانسى روحي وياك وانضاعت تبقى فداك لو تنساني. انتوا بتتريقوا عليا. جنوب قتلوا ضحك. خلونا نبتدي الشغل. ممكن يا جوزيف تساعدني في التقرير ده؟ انا مش فاهمة في حاجة. خليني اشوفه بس شوي. ايه ولا يهمك، انا الاسبوع الماضي عملت منه نفس الشيء وسهل كتير، بكرة هساعدك فيه، ولا يهمك، بسيط كتير. عندي خبر لكم بمليون جنيه. الشركة قررت تعيين مدام فايزة بدل الاستاذ سالم. فايزة؟ وصلك مكتبك الجديد، الف مبروك. صدقيني انت تسهلي كل خير. وصدقني يا درويش انت الوحيد اللي بتفهم، عشان كده انا هديك علاوة. كتر خيرك. الحمد لله، اشكرك يا رب لاني ما تعينتش مدير. دي كانت بقت مصيبة، المدير قال
ده انا لو كنت اتعينت مدير كانت الشركه فلست من تاني شهر. انا كده مفيش حاجه ادخل فيها الا وتفشل طول عمري كده فقري. انت ليه دايما كده بتقلل من نفسك؟ انت ليه ما كنتش احسن من الست فايزه دي؟ انا مش قادر اصدق فايزه تتعين مديره. مين كان بيعمل كل شغلها الا انت؟ فايزه 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 فايزه. اتفضلي يا مدام، مكتبك جاهز. استاذ وحيد، مدام فايزه عايزاك. مراقب يا لهوي، مدام فايزه عايزاني؟ دي اكيد عايزه تشوفني. يا لهوي، هي عارفاني انا ما عنديش اي ثقه في نفسي، وهي عارفه ان انا بخاف من اي مسؤوليه. تعالى معايا يا درويش. بالراحه كده، بالراحه كده، تعالى معايا. ما تعملش في نفسك كده. تعالى بس معايا، تعالى معايا يا درويش. اجبر كده يا راجل، ما تعملش في نفسك كده، بالراحه كده. انت مالك كده؟ ليه؟ مالك يا راجل؟ حضرتك المديره؟ اهلا باحسن موظف عندي. مين انا؟ ايوه انت. ده انا حتى ما حصلتش اصغر واحد فيهم. انا دايما بشعر ان كل موظفين الشركة دي احسن مني، مع ان انا اقدم واحد فيهم. انت لازم تغير فكرتك دي عن نفسك. خد الملف ده، كمل الميزانية ورجعها لي الاسبوع الجاي، ولو ما لحقتش خد اسبوعين كمان، وما تنساش اندهلي جوزيف، عايز اتكلم معاه. حاضر حاضر يا فندم. انت طلبتيني؟ نعم، انت طلبتيني. انت فاكرني فايزه الموظفه البسيطه بتاعت زمان؟ انا دلوقتي مديره الشركه، والكلمه كلمتي. في اسلوب تتكلم بيه معايا، وعايز اقولك انا الموظف اللي ما يعجبنيش الشركه بتستغنى عن خدماته. اظن فاهم قصدي كويس. خد الملف ده، تخلص التقرير وتجيبولي بكرة. بكرة؟ مش ممكن، ما عنديش وقت. عندكش وقت؟ اخلق الوقت. انا قلت بكرة يعني بكرة. اتفضل روح مكتبك. وعلى فكرة لو في حاجة صعبة عليك تقدر تيجي تسألني عليها، او حتى تسأل وحيد. صارت مديرة هي شايفة حالي علينا. ما كلهم وراك انت، كلهم وراك انت. لو انت عندك شوية ثقة بنفسك كنت انت صرت مدير، كنا خلصنا من وجع الراس. ربنا يستر علينا، ربنا يستر علينا. زي ما شفنا في التمثيلية اللي اتفرجنا عليها، انه شخصية وحيد وشخصية فايزة بتعبر عن يمكن ناس كتيرة قوي في المجتمع اللي حوالينا، ويمكن عزيزي انت واحد من الناس ديت. الشاعر يمكن بنفسك انك مش واثق في نفسك، مش واثق في مواهبك، مش واثق في قيمتك ايه يا ترى، وبتشعر انك شخص ملكش اي قيمة. لكن النهاردة نفسي اقرأ مع بعض كده آية من سفر اشعياء اصحاح 43، يقول: لا تخف لاني معك، دعوتك باسمك انت لي، اذ صرت عزيزا في عيني مكرما، وانا قد احببتك. أعطي أناس عوضا عنك وشعوب عوضا عن نفسك. رب في الآيات دي بيقول إنه كل واحد فينا، كل واحد بيسمعني النهاردة وبيشاهد الحلقة النهاردة، إنه عزيز جدا في عينين الرب. كلمة عزيز معناها بمعنى تاني إنه صرت غالي جدا في عينين الرب. الرب شايفك شخص غالي، يعني مش إنك شخص ملكش قيمة وشخص كده مهمل في المجتمع. لأنه ممكن المجتمع، ممكن الناس اللي حواليك في الشغل، يمكن حتى في البيت، يمكن والدك شايفك أنك شخص تافه ملكش أي قيمة، شخص ما عندوش مواهب، شخص فاشل، شخص ما يقدرش يحقق أي شيء. ويمكن أنت مع الوقت كلام كتير سمعته، ويمكن أنت حكمت على نفسك كتير ووصلت لنتيجة أنك أنت لا شيء وأنك ملكش أي قيمة. ويمكن ده أكتر وأكتر بيجي لما تقارن نفسك بأشخاص في المجتمع، أشخاص ليها مراكز، مناصب، ليها أموال، أشخاص حققت أمور كتيرة، وبتتسأل يا ترى طب أنا إيه؟ أنا ولا حاجة، أنا أقل من ناس كتيرة.
بس أنا بدعوك النهاردة إنك تشوف نفسك مش بعنين المجتمع ولا بعنين نفسك ولا بعنين الآخرين، لكن تشوف نفسك بعيون الرب اللي بيقول عنك الكلمات الصادقة الحلوة ديت، إنك أنت صرت عزيز، إنك أنت صرت شخص غالي، وقيمتنا في عينين الرب مش باللي احنا بنعمله، مش قيمتنا باللي احنا حققناه، لكن قيمتنا أثمن بكتير، قيمتنا في عينين الرب هو دفع فينا ثمن غالي، لأنه بيقول إنه أنا فديتك، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك. كتير قوي لما بنشوف مواكب كده رؤساء دول يمشوا في وسط الشعب ويسلموا من بعيد على الشعب، وكل الشعب بيحاول يسلموا عليهم، ولو شخص كده مد ايديه في ايدين الرئيس ومسك في ايديه يحس كده انه حقق شيء، ويمكن يرجع البيت يقول ده انا سلمت على الرئيس النهاردة، ده انا الرئيس كلمني وسأل بس يا ترى الرئيس يمكن ما يعرفكش باسمك، لكن ملك الملوك ورب الأرباب الآب السماوي بيجي يقول كده أنا دعوتك باسمك، يعني الرب عارفك باسمك، أنت معروف جدا بشخصك باسمك بكل تفاصيل حياتك، كل أمور حياتك معروفة، عشان كده أنت غالي جدا وليك قيمة. قيمتك مش بتاخدها من المجتمع من الناس اللي حواليك، لكن قيمتك من الرب اللي شايفك وبيدعوك باسمك. وفي الآيات اللي قريناها نشوف قيمتنا وإزاي نحن غاليين على قلب الرب. في الآيات اللي قريناها يقول كده إنه أعطي أناس عوضك، يعني الرب بيقول كده إنه قيمتك في الشيء اللي أنا بدفعه لأجلك. وعارفين الرب دفع مين، أعطى مين عوضا عنك؟ أعطى ابنه الغالي الرب يسوع المسيح، دفع فيك الثمن الغالي جدا اللي هو الدم السمين، دم الرب، دم الكريم. وعشان كده النهاردة نفسي أشجع كل شخص بيتفرج إنه قيمتك مش في أي شيء سوى الثمن للدفع، دم الرب يسوع الغالي. قد كده الرب شايف إنك سمين جدا، قد كده أنت عزيز في عينين الرب، قد كده الرب عايز يخليك شخص مكرم كريم، لأنه دفع فيك ثمن غالي جدا. ما دفعش فيك أي شيء، أي شيء بسيط، لكن دفع أغلى ثمن ممكن يدفع، لأنه شايف في قيمتك حاجة عظيمة جدا. أنا بدعو كل شخص النهاردة بيتفرج إنه يقبل الحقيقة دي، ما تبصش على أي حكم من الناس هما بيحكموا أنت قيمتك إيه، لكن النهاردة شوف نفسك في عينين الرب. ونهاردة نفسي أدعو كل شخص إنه يصلي معايا في اللحظات الأخيرة من البرنامج ويطلب كده الرب في حياته ويشكر الرب. غمض عينيك معايا عزيزي في نهاية البرنامج، صلي معايا واطلب كده وردد ورايا الصلاة دي. أيها الأب السماوي، أنا بأشكرك من أجل حبك ليا، أنا بشكرك من أجل أنك دفعت فيا ثمن غالي جدا، وكل دوت لأنك شايفني شخص سمين وغالي على قلبك، شايفني أني ملك، شايفني أني ابن ليك. أنا النهاردة بقبل الحقيقة دي يا رب، أنا مش بستسلم لأي إحساس بصغر النفس وأي إحساس للمقارنة، أني أقارن نفسي بآخرين، ناس حققت إيه وناس معها فلوس قد إيه وناس قيمتها إيه أو الناس بتشوفها أنها تسوي قد إيه، لكن النهاردة أنا بسيب كل ده على جنب وبقبل الحقيقة أن أنا شخص غالي سمين مكرم في عينيك، وأنك دفعت فيا أغلى ثمن ممكن يدفع، حياة ابنك يسوع، أن ثمني بقى يساوي الدم الكريم اللي دفعته على عود الصليب. ونهاردة يا رب كده أنا أشكرك لأنك تملأني بالثقة، ثقة في حبك ليا، ثقة في قيمتي، ثقة في مواهبي، في كل شيء أنت تريد أن تصنعه في حياتي. مش هستسلم للإحساس بالمقارنة مع الآخرين، مش هستسلم للإحساس أني أقل أو لعدم الثقة، مش واثق في نفسي إيه اللي أنا ممكن أحققه، لكن النهاردة بقدر أقول أني أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. وأشكرك لأنك تاخدني في حياة من مجد إلى مجد ومن قوة لقوة. أنا سمين جدا في عينيك بكل المجد، أمين. لو كنت صليت معايا الصلاة دي، أنا أشجعك أنك الوقت الجاي كده تعيش حياتك وانت واثق في حب إلهك، وتمشي حياتك كده وانت ايديك في ايديه، حياة من مجد إلى مجد.